حضراتكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وزي الفل وعال العال وما الى ذلك من امور جيده. النهارده اليوم الاول لتصويت المصريين بالداخل 10 11 12 حد 2 3. طيب احنا هنقعد نقرا مع بعض هذا المشهد على الاقل الحالي وتوقعاتنا لمشهد الغد وبعد غد ان شاء الله. من مسألة إقبال غير متوقع للمصريين أو بالأدق إقبال فاق التوقع وتحليل مشهد الانتخابات الرئاسية مع ضفنا العزيز والغالي كاتبنا الصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ دكتور محمود مسلم منورنا الله يخليك يا سبني مرسي أنا هبدأ القراءة من بعيد خالص هبدأ القراءة من المشهد الأوروبي قناة بي بي يدوب بس خليها بي بي سي بي 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 سي بيقولوا انه غاب الفقراء عن المشهد وزي ما كنا لسه بنتكلم البي بي سي بتقول انه يغيب الفقراء عن المشهد الانتخابي والفقراء منسيون وما <applause> الى ذلك وفي ادعاء اخر فان الفقراء يذهبون الى صناديق الاقتراع بعد ان يحصلوا على مبالغ ماليه ورشاوه انتخابيه ففعلا الملاحظه الجديره انه هم شايفين ايه؟ انه الناس بتروح عشان الفلوس ولا الناس ما بتروحش اصلا رومانسيون وغائبون عن الفشل بي بي سي عايزه ايه؟ هما جايبين حاله لسيده فاضله شايفه ان الاسعار اعتقد اسمها ناديه ان الاسعار زادت خلال السنوات الاخيره وبتاع لكن مع احترامي للبي سي بي بي سي لما بتتكلم مهنيا ما ينفعش ترهن حالة 106 مليون بحالة لحد واحد، طب هي هي الأسعار زادت بالنسبة ليها؟ لأ أكيد الأسعار زادت بالنسبة للناس كلها. بس مقابل ده حصل إيه؟ يعني يعني مقابل هي من 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 سوء حظها إن هي بتبيع جرايد فكانت بتبيع عدد كبير من النسخ، وطبعًا أنت عارف دلوقتي موقف الجرايد الورقية فالدنيا فبرضه الحالة ما ينفعش تطبقها على مصر كلها، يعني لو بتكلم مثلا على واحدة تاني مثلا بتبيع خضار خضار أو حاجة أكيد على تبور. أه أكيد المستوى الدخل بتاعها زي ما الأسعار ارتفعت أكيد مستوى الدخل بتاعها كان هيبقى زي، لكن هي دي ما ينفعش نعمم هذه الحالة وكأن مصر كلها تعرضت لنفس المشكلة، فأعتقد لا يعني خطأ مهني معتاد من البي بي سي لانه بمنتهى البساطه ازمه الصحافه الورقيه موجوده في مصر وموجوده في انجلترا وموجوده في امريكا آه انه الاقبال على آه شراء آه الصحف الورقيه خلاص بيقل, آه يعني بيقل يعني مهنه ده هي الأول الخطأ من وجهه نظري هي فكره تعميم يعني فكره ان هو ده حال الناس في مصر كلها انهم مثلا كانوا بيشتروا الحاجه من 10 سنين بكذا ماشي اوكي ده ده صحيح حصل حال الناس في مصر الوجبه اللي كانت بتتكلف كذا دلوقتي بتتكلف اكتر لكن عايز تقول لي ان الدخل ما زادش هي بقى لظروف خاصه ولظروف استثنائيه ان الصحف الورقيه تراجعت فما لكن ده الظروف ظروف مصر كلها بالعكس هل تحمل كتيرة اي دوله مسؤوليه بوار مهنه نتيجه تقدم تكنولوجي؟ لا طبعا يعني انت انت كمان لما تدور بقى كمان ماذا قدمت الدوله للمحدود الدخل بلاش الفقراء خلال السنين اللي فاتوا معاشات زادت بنسبه كبيره. تكافل وكرامه مشروع رائع. فيروس سي مشروع طبعا. رائع. علاج على نفقه الدوله. علاج على نفقه الدوله 100 مليون صحه حياه كريمه. اللي هم بيسموها ايه اللي هي العمليات اللي, 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 اللي كان ليها قوام بيسم... قوائم الانتظار. قوائم الانتظار كانت فا... اتحلت. فكل ده اتعمل هتيجي بقى دلوقتي الحل اللي من وجهه نظري يعني هذه السيده لو كانت تسكن في اماكن خطره تم استبدالها تم باماكن تم استبدالها باماكن محترمه ولائقه محترمه ولائقه مش محترمه ولائقه بس من حيث المباني من حيث المجتمع وده اللي بركز عليه صح في تنميه مجتمعيه في مستشفى كويسه في مدرسه كويسه في معهد ثقافي في ممارسه رياضيه كويسه في ممارسه فن كويسه ده اللي حصل في الاسمرات مثلا على سبيل المثال ليه بي بي سي ما تروحش تصور الاسمرات اه طب النهارده الاسمرات الناس خرجت بكثافه وده الاسمرات بالذات لها طبيعه يعني الاسمرات هي ابلغ رد عن كل ما يقال ان هؤلاء الناس استفادوا وقلت قبل كده لو حد حسبها بعض رجال اعمال لو حسبها بالجدوى الاقتصاديه كان ممكن يقول لك لا يعني يعني انت هتدفع كم مليار عشان يعني ايه العائد اللي هيرجع مم. ده بعض رجال الاعمال لكن لا طبعا انت انت كنت بتعاير بت 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 بهذا الامر ما كانش في حد فينا بيروح مثل هذه الاماكن الا وبيرجع يعني او حتى لو الصحف الاجنبيه كانت بتروح كانت بترجع تنشر فضايح يعني عن هذه الاماكن بالأسف. انت برضه ما بتعملش ده عشان الصحف الاجنبيه وغيرها لكن انت بتعمل ده لايمانك ان هؤلاء الناس يستحقون ان هؤلاء الناس يعيشوا حياه افضل لما هيعيشوا حياه افضل المجتمع هيعيش هي حياه افضل طبعا لان هؤلاء الناس مع احترامنا لهم كلهم في مثل هذه الاماكن التي كانت يمكن ان تنتشر فيها ظواهر اجتماعيه سلبيه قنابل ك... هذه الاماكن ايضا كانت قنابل موقوته ضد من يعيشون الاستقرار لان هيجيبوا منين؟ الاسره اللي قاعده في اوضه بحمام مشترك اسره ستة افراد فطبيعي متخيل الناس هتتعلم ازاي هتدفع ازاي فبيدفع دفع للخروج عن القانون اه فطبعا الـ الـ الانتقال الى اماكن اكثر وبعدين الاماكن ما كانتش مع احترامي لكل المشروعات اللي اتعملت على كده قبل كده على مدى خمسين سنه انت الاول مره تعمل مشروع في اماكن آه كويسه يعني مش في اطراف المدن و يعني مش مثلا اوضه وصاله ولا اوضتين لا ده مكان واسع والأهم بقى هو التنمية اللي حصل ف ف فلما تروح الأسمارات دلوقتي يعني أنا عندي اتنين راحوا الأسمرات انبهروا الفنان محمود عزب عزب شو هو دي الأسمرات بالمناسبة الفنان عزب شو راح مرة الأسمرات انبهر وقال لي أنا شفت مواهب ما شفتهاش قبل كده والكاتب الكبير السيناريست يوسف معاطي راح <applause> في جولة كده يعني بالصدفة قضيته يعني حد صاحبه راح من كام سنة رجع بيتكلم عليها بانبهار بانبهار يعني يعني طبعا وغيط العنب وغيرها 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 هذا المشروع هو دليل على اهتمام الدولة بالفقراء اهتمام الدولة بالعشوائيات اهتمام الدولة بالإنسان يعني بعض الناس كانت تقول لك الدولة أو النظام اهتم بالحجر عن البشر أليس <applause> هؤلاء بشر كانوا يستحقون الاهتمام أليس هؤلاء بشر كانوا يستحقون أنت بتنقذهم وبتنقذ المجتمع مش بتنقذهم بس هم أنت أنت خليت دلوقتي عضو صالح في المجتمع إن شاء الله يطلعوا يعني حاجات كبيرة ويمهدوا عكس يعني الأول كانوا بي... بيعانوا الأمرين ف فالمهم إن أنت ما اهتمتش بس بالمباني أنت اهتميت إن أنت تعمل مجتمع متكامل مجتمع بيئي صحي رياضي فني يستوعب مهاراتهم ومواهبهم لا طبعا مشروعات قويه، يضحط بقى كل الكلام اللي بيتقال على ان الفقراء منسيون، اه في مشاكل في مشاكل، في تحديات في تحديات، لكن انت آه انت انت معلش يعني اللي كان احنا بنسمع دلوقتي حد عنده فيروس سي لا خلاص فيروس سي ده كان بيدمر ميزانيه اي اسره بيدمر لو حد لا قدر الله جاله الكبد او ده بيدمر ميزانيه اي اسره وبيدمر بناء الاسره نفسها وبيدمر بناء الاسره نفسها فحتى الناس اللي يعني بتتكلم عن الصحه وعدم الاهتمام بالصحه انا اعتقد مشروع فيروسي من اهم المشروعات اللي فيها اراده وفيها قوه وبرضه لو حسبتها بالاستثمار والفلوس اللي دفعت فيها ممكن كنت تقلق لكن في حاجات زي كورونا كورونا الحجم الصرف فيها وان انت تجيب الناس العالقين من بره على حساب الدولة وغيرها 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 لو حسبتها بالحسابات المادية البحتة اللي هي الربح والخسارة نسيبه. لا بس إحساس الناس إن عندهم دولة إحساس الناس إن الدولة حامياهم إن الدولة ما رمتهمش وده رأيي اللي انعكس على المصريين في الخارج إن هم بقى عندهم إحساس إن الدولة معاهم أي مشكلة في الخارج بيقدر يصدرها آه لما هذا النظام الرئيس السيسي لما أنشأ وزارة الهجرة آه ودايما انا اتذكر بالخير السفيره نبيله مكرم طبعا آه وتواصلوا مع الجاليات والجاليات كمان المصريين في الخارج عندهم يعني حميه ووطنية لا تقل عن اي حد في الداخل طبعا فعشان كده آه التهافت او الاقبال على الانتخابات كان اقبال قوي جدا رغم ان المصريين في الخارج آه يعني ممكن تلاقي واحد بقاله فتره طويله مش مهتم او ما بيجيش او بتاع لكن خايف على بلده وعنده بلده إحساس إن في حاجة حصلت كويسة طيب أنا أسأل إذن هروح لفصل قبل الفصل كلمة في ودن بي بي سي إيه الكلمة بقى؟ بدل فقراء منسيون في مصر انا رايي ان البي بي سي تبدا تشتغل على تقرير فقراء ملفوظون بالمملكه المتحده وانا مستعد اساعد البي بي سي في ده جدا لان انا شفت ده بعيني الحقيقه وكنت ناوي اعمل عليه زي تحقيق ما كده في فتره وجودي في لندن انه أو فترة وجودي في المملكة المتحدة تحديدا ما كنتش عايش في لندن عشان على قد حالي يعني كنت بره مهم يعني بره كده على على الأطراف في الريف المهم لا في فقراء ملفوظون في المملكه المتحده يعني ايه ملفوظون يعني ناس مش لاقيه لا اكل ولا شرب ولا مهنه ولا مكان اقامه ولا يصرف ليهم لمعونه بطاله ولا اعانه اجتماعيه ولا كبايه قهوه تدفئ في الصقيع البريطاني بل يذهبون إلى المكاتب للتسجيل فيتم طردهم ويتقال لهم أنتم مش مدرجين عندنا في القوائم طب عايز أدرج في القوائم فتطلب منه مجموعة من الطلبات اللي احنا نسميها في مصر لك الطلبات التعجيزية وهنا أصبح المجتمع الأهلي البريطاني ينشط لأجل هؤلاء الفقراء الملفوظين داخل المملكة المتحدة كي يقدم كوب من القهوة الساخنة في الصباح ولعله يقدم ليهم سندويتش شطيرة لأجل أن يتقوى بها على مدار يومه وبالمناسبة هذه الجمعيات الأهلية البريطانية بتعاني أيضا من قدرتها على توفير كوب من القهوة وشطيرة صغيرة لأنه حجم التبرعات قليل فالتقم البي بي سي بهذا التحقيق الاستقصائي بإمكانياتها العظيمة إن أرادت فإن لم تستطع ترجع للعبد لله هستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع ضيفنا العزيز دكتور محمود مسلم استنون محدش يقول ان الاوقات الحلوه بتجري بسرعه، آه بقى هذا الرجل الرائع العظيم انا ما بشبعش منه فسيبولي شويه شويه عمال يقول يلا بسرعه طيب، بص انا مش هطول. دكتور محمود، المشهد الانتخابي الحالي، التصريح بتاع الهيئه الوطنيه انه الاقبال فاق التوقع. م. ليه؟ لأن الناس كان في موجة كده قبل الانتخابات إن يعني السيسي ناجح ناجح العملية ما فيش منافسة يعني قوية للدرجة اللي هي تقدر فكان في درجة من التراخي زودها برضو بعض الناس اللي قاعدة تتكلم على الأسعار وغير كده لكن جت احداث غزه من وجهه نظري من الحاجات اللي اثرت في المشهد حاجتين احداث غزه والتنوع اللي حصل في الثلاث مرشحين ان هم بيمثلوا احزاب ثقيله ليها ممثلين في آه. البرلمان في كل المحافظات فاحداث غزه اثرت على الناس ما اثرتش يعني مش غيرت موقف الناس بس ممكن جددت احساسهم بالامن بالاستقرار و... 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 وده يمكن بعض الصحف الاجنبيه النهارده مشاوره عليه بتقول يعني ان الناس روح 30 ست اه ان الناس لان هو الاصطفاف في في مصر في... في السنه اللي فاتت دي انا من وجهه نظري حصل مرتين آه في الحوار الوطني هذا الطيف الهائل من الناس من اقصى اليمين لاقصى اليسار كان موجود في آه الحوار الوطني باستثناء الجماعه الارهابيه الخائنه اللي هم الاخوان والامر الثاني حصل في احداث غزه يعني في آه، توافق كبير بين المعارضه وبين النظام على قرارات النظام وموقف الدوله و... ويكاد يكون متطابق يعني الموقف الشعبي مع الموقف الرسمي يكاد يكون متطابق فده كله آه، اثر على الانتخابات خلى اقبال الناس احساس الناس بالخطوره وانت عارف ان الشعب المصري بي... يعني وقت الخطر بيشد بقى ولا لا مش مش هنهرج ممكن وقت الكلام يعني الدنيا لما تبقى لطيفه فممكن نتكلم في حاجات لطيفه لكن وقت الخطر لا لان العمليه بقى قربت مننا قوي ده بقت جنبنا ما بقناش يعني وبعدين احنا ما بقتش جنبنا من جنب واحد ده بقت جنبنا من كل من كل الزوايا يعني انت في في الجنوب السودان وطبعا سد النهضه في الشمال ليبيا فوق في الغرب المتوسط وفي الشرق فلسطين وفي الغرب ليبيا ولا ايه وفي شرق فلسطين والشرق ده بالذات طول عمره ثغرة لكل أوه. الأعداء يعني فلما تيجي بقى العملية تقرب قوي واحتكاكات ومواقف ومصر كان موقفها واضح وصريح وشفاف وشريف و ويعني اقول والوحيده مش الوحيده طبعا يعني لكن من اكثر الناس اللي كلامها واضح يعني كلامها في الامور واضح في القضيه الفلسطينيه واضح خلال الفتره اللي فاتت ديت خلال الشهرين اللي فاتوا تقريبا الرئيس السيسي تحدث او تقابل مع معظم قاده العالم من اجل القضيه الفلسطينيه، تقديري ان حصل تغير منهجي شويه في موقف العالم من القضيه الفلسطينيه بعد الاسبوع الاولاني اللي قدر نتنياهو ان هو يشيع كثير من الاكاذيب ويحاول يعمل شبه ما بين داعش وبين حماس او يعمل مم. شبه بما حدث لهم في 7 اكتوبر وبين ما حدث في احداث سبتمبر. نتنياهو نجح في ده في الاسبوع الاول لكن اعتقد مصر نجحت بعد كده هي يتوصل للعالم صح. حجم الاكاذيب اللي حصل ده وصل للمواطن وبالتالي الناخب حس بنفسه لو صح التعبير اه لان وصل للمواطن ووصل للـ للناس وحسوا ان احنا رغم احنا في حاجه الناس مش واخده بالها منها احنا احنا الناس بتعايرنا بفقرنا على اساس كل شويه كل التقارير على موضوع النزوح ده فيقول <applause> لك ايه عشان موقفه من الاقتصاد صعب هيضطروا يقبلوا وبتاع وده كلام غير صحيح لان الدليل ان الرئيس قالوا رئيس الوزراء قالوا ما فيش مسؤول موضوع في مصر. منتهي الموضوع موضوع حد منتهي بس لي. كل شويه حد يردده آه سواء من اسرائيل او من امريكا وللاسف الاخوان ياخدوه يشاروه لكن الموقف الاهم للناس الرساله الاهم اللي الناس مش واخده بالها منها ان في هذا التوقيت اللي ظروفك فيه الاقتصاديه صعبه انت 70% من المساعدات اللي بتروح لغزه من عندك انت يعني وحضرتك عارف يعني, يعني ماشي بس من اول يوم انت سبعين في 70% من المساعدات بتروح، دي رساله يا جماعه وطبعا ده واجب علينا احنا مش طبعا بنعمل لكن دي رساله ان احنا رغم ظروفنا الاقتصاديه الصعبه بس بنبعت عمرنا ما ظروفنا الاقتصاديه الصعبه هتخلينا نبيع ارضنا ولا ان... ولا, ان... ولا, حي... ولا ولا حاجه ولا اي... ولا اي حاجه ف... فده كانت يعني حاجه اعتقد قويه، وبعدين قدرات الدوله المصريه خد بالك من الازمه دي اللي ظهرت فيها قدرات الدولة المصرية على كل المستويات، على المستويات الأمنية على المستويات الاجتماعية، التحالف الوطني من أول يوم وحياة كريمة وكل المؤسسات، يعني دي برضو دي كفاءة مش قدرات، الإعلام المصري وموقفه، مؤسسات الدولة وموقفها، التنسيق اللي حصل، كل الكلام ده، الضغط الدبلوماسي والسياسي اللي أنت قدرت تعمله، مؤتمر القاهرة للسلام، كل الحاجات دي تدل إن أنت دولة قوية. دوله قادره دوله عندها ادوات وعندها اليات مش, آه يعني يعني مش, صحيح مش دوله يعني. بدون اليات صحيح, صحيح. أنا. عايز اقعد اكتر بس عارف يقول يلا يوسف الوقت خلص الوقت خلص وخدنا وقت زياده نورتني وشرفتني كمجرد العاده و... وهنتقابل اكيد تاني الله. لو ما كانش جوه البرنامج يبقى بره البرنامج <applause> وبعدين تاني جوه البرنامج <applause> وما الى ذلك كل الشكر ليك دكتور كل الشكر دكتور محمود مسلم رئيس مجلس اداره جريده الوطن عضو مجلس الشيوخ وطبعا كاتبنا الصحفي الكبير الحلقة خلصت ما خلصش الكلام على الإطلاق كريم كريم رمزي اللي داخل ولا رجائي رمزي اللي داخل ده سؤال مهم جدا أبناء رمزي داخلين حالا على برنامج رقم عشرة أما إحنا لو كان لنا العمر هنستأنف الكلام بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات